السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعنا خبر حلو كتير للمقيمين أو السوريين والعراقيين وغيرهم المقيمين بالأردن، هو طبعا فتح باب هجرة جديد لأستراليا. فتح باب الهجرة هو عبارة عن برنامج جديد اسمه كريس، اللي هذا هو موجود اسم. طبعا هون الصفحة باللغة الإنجليزية، طبعا هون حاطين لك جدول البرنامج اللي هو راح يبدأ بال2022 وراح ينتهي بال2023. البرنامج راح يعتمد سنويا على 5000 لاجئ، طبعا عن طريق الأمم المتحدة. فطريق التسجيل ما في شيء اسمه طريق التسجيل، ولكن البرنامج بيعتمد على مفوضية الأمم المتحدة اللي بسموها بالأردن UN. إذا هلأ راح نشوف إذا ترجمنا اللغة العربية. مثل ما شايفين كانوا عم يدوروا على برنامج للحاكين وهالحكي هذا، وراح يعتمدوا على سير عن برنامج 1500 لاجئ على مدى 4 سنوات. يعني هي أكتر بين 1500 و5000. طبعا إذا حكينا هون كمان تحت، نزل تحت شوي، هلا راح نشوف هون كيف يعمل. طيب هلا راح نشوف كيف يعمل، أو راح نقرأ هون. هون عم لك انه نعرف باسم مجموعة، هي طبعا هي اسم مختصر كريسب. وعندك هون اليو ان هي موافقة على البرنامج الموجود هون، واللاجئين طبعا هني يلي راح يعملوا على التوطين طبعا باستراليا. مثل حاطين هون، مثل ما حاطي لك، بعد ان تم تحديدهم على انهم بحاجة ماسة الى اعادة التوطين، يمكن ان يأتوا من مجموعة متنوعة من البلدان، وربما كانوا ينتظرون فرصة إعادة التوطين في بلد جديد آمن لفترة طويلة. يعني البرنامج راح يختار الناس اللي هي بحاجة، طبعا بحاجة للخروج مثلا من الأردن، هو طبعا هذا البرنامج الأردن. وثاني شيء إنه فرصة إعادة التوطين يلي هني كانوا عم ينتظروا، يعني مسجل أسمائهم أو حاطينه على قائمة الانتظار في أي بلد موجود هلأ، راح يبعتوا لهم ويروح على بلد آمن مثل أستراليا مثلا، وتبدأ إعادة التوطين. أتمنى الخير للجميع الموجودين بالأردن. السلام عليكم ورحمة الله.